مرارا أروق عليك مرارا مرارا وارحم الوالدي. فيا خويا كورونا فيا كورونا وتنحس فيا الاعراض ديال كورونا ولقاو عندنا في الخدمه من مشات مشي سبيطار انت تسمع كلشي تيقول لك سير يومين التقياد بالمعرفه داكشي اللي عنده المعرفه راه يدخل اللي ما عندوش المعرفه راه شافوا الله كاين زحام اخويا وما بغاو يديروا معنا حتى شي حل سبيطار واحد مراكش كامل تيدير التحاليل وهاد الدرويش يموت يمشي يقتل راسو دابا مريض انا يا مريض بكورونا انا حاس براسي مريض بكورونا ولكن انت شنو ندير ما عندي ما والو ما باش نمشي للسبيطار انا باش نمشي للكلينيك ما عنديش القدره خدام ب 36 الف ريال واش نمشي للكلينيك انا نخلص في الكلينيك ما يمكن ليش احنا جينا دابا للسبيطار انت تشوف كاين الناس 3 ايام 4 ايام باقي كاع ما داروا التحليل هادي انت كتشوف بلوزور اللي هو مامونيه زعما اقدم واعرق سبيطار في المغرب تقريبا ماشي في مراكش وانت كتشوف كاين شي نظام الناس واش ماشي كورونا هذه ملي تتلقى الاكتضاد وتتلقى الازدحام وتتلقى الناس شوف الناس اللي بيأثروا ما كاينينش انا نسيبي ولد عمتي ولد خالو انا هو هنا تيعاني الامرين تتجي ما كاينش اللي يعطيه الماكله تيطيح ليه هذاك ديال الاكسجين ما كاينش اللي يشوفو اختي اللي خطر عليها كتمشي هي اللي كتوكلو هي اللي كتعطيه الماء فينا ما هاد الممرضين وهاد المؤطرين وهاد الدكاتره وهاد تيقول لك راه الناس راه كاينه وزاره الصحه هي اللي قايمه بالواجب راه قايمه اعلاميا صافي اللي تيهضر في القنوات تيهضروا كلام في كلام اما الواقع المعاش انت كتشوف الواقع هما الناس حدانا هنا انت كتشوفهم هادي ماشي كورونا هادي اكثر من كورونا نكذب عليك انا الاول من الناس اللي ما مصابينش درت التيست حيت باغي نخرج على برا ان شاء الله درت التيست ما فيا والو الحمد لله وجيت وما كونترولاني حتى واحد هنا ما قال لي لا فين غادي ولا فين جاي انا نقدر نحمل الفيروس من هنا ودخلت فين دخلت العنايه المركزه يعني اللي فين كاين التنفس الاختراقي فين كاين التنفس الاختراقي حتى واحد ما قال لي فين غادي اذا انا راه خرجت راه غادي نجيبها كل ما كنتش كندير الوقايه وخايف على الناس راه كي مشيت المعقم عندي ومشيت عند واحد السيد قلت ليه الله يرحم لك الوالدين شي شويه تاع جافيل ولا شي حاجه درتهم صباتي بعدا باش ما نبقاش غادي تنتنقل اقسم بالله ما ركبت في حتى شي بلاصه ما ركبت لا في الطاكسي لا في الطوبيس لا والو علاش باش ما ننقلش العدوى اذا هادو قال لي دخل هنا كون على يقين باللي راه غادي يدخل غادي يجيبها ويحطها لدارهم ولا حتى في قهوه ولا يتسال مع شي واحد لان هنا ما كاينش الكونترول وما كاينينش الناس اللي كيبغيو يديو الواجب راه كلشي مغلوب على امره زائد نقطه اخرى والله ما عطيتي الفلوس والله ما عطيتي ليهم من داكشي اللي مدخل سواء ماء ولا حليب ولا دانون ولا جيت لي فروي ما كاينش اللي يشوف فيك انا شخصيا وقع ليا هنا مع لي سيكوريتي هنا ولكن الناس هنا الله يكون في العوان كاين اللي تيشوف باه تيموت تيشوف خوه تيموت تيشوف خطو تتموت اتي دخل ما تعرفش بحال انت العافيه وداخل ليها باش بغيت نوصل لك هاد الناس هادو هما الله يكون لهم في العوان انا ضاع ليا ولد عمتي ونسيبي ولا اله الا الله ما كايناش العنايه ما كايناش المقابله كاينه غير الزبونيه والمحسوبيه وصاحبك باك صاحبي خوك صاحبي هذا من جهتي هذاك من جهتي خصك تدخل تشوف لداخل ما انا راه واحد شويه واحد الشيء واحد الجزء لا يتجزأ من هذاك الشيء اللي كاين هنا هاد الناس اللي مساكن تيعانيو هنا راه كاينين الناس تيختنقوا تيبان لك تيتركل بحال شي حوته خرجتيها من البحر وحطيتيها كي تتبان لك تتنقز تطلع وتتهبط وتتقول كوني جات الموت ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله واحد النسيبه نهار السبت فيها الاعراض ديال كورونا وجبت باش دير التيست طلبوا لي نمشي للكلينيك درت لها سميتو التيست ديال كورونا بالفعل لقاو فيها كورونا دخلوا للداخل حاجه كثير البشر كثير بالنسبه للعيالات والرجال ونهار السبت الحد كان ما كانش بيرمانونس ما كاينش اللي يهضر مع حتى المرضى قدامي انا مات واحد السيد واحد الراجل مات قدامي ما كاينش اللي يهضر معاه نعسي في الارض تيغوت تاع عيط حتى مات حتى جات عائلته دتو اش راه كثير واش شي بالنسبه راه مرض كبير وخطير كاين الناس بايتين جايبين فراشهم وجايبين ماكلتهم وتيباتوا هنايا ما كاينش يستقبلوهم كاين حالات الاغماء دابا طايح الناس ما كاينش اللي يهضر معاهم النوبه راه من الباحث ليك شحال من واحد تيجي النوبه هنايا تيعيط يمشي في حالاته
تيقول لنا عامره الدنيا والحل خصو نشوفوا سبيطارات اخرين، خصو يحلوا سبيطارات اخرين. دابا الا مشيت اي كلينيك ومشيت الدواء تيقول ما كاينش ما يستقبلوك، ما يهضرش معاك، تيقول المامونيا بوحده هو تيستقبل، فاش تجي المامونيا ما كاينش يهضر معاك، عامره الدنيا. اي والله يلطف الله يجي شي تاو ديال الخير اخويا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.